وكثرة الأولاد ودون البقية دفنت بها ناوي فإني موقن بأوذي مطلوب ونيلي بغيتي وأقصد مولانا الكريم بجايكم ليشكي أهوالي وأمي وإيوتي شيء وأمدتي صلاة من الرغمان دوا وسرمدان على مركز الأسرار كرد البرية هذا بابا برخام إن ياسين بس رضي الله عنه هو الفيد لا يافا على ما تبصر فما شاء ياتي وما شاء انكر واصحابي المولى مدينه كولك فكانت له دون مدائن وزاره ومظهر هذا الفيد فيده التجاني ومظهر هذا الفيد لا شك انه ينال به الايام اذا ومفاري بارك الله يا غمو واليا ولم تاغرا هي الفيدة العظمى فلم تقدم ومن شاء ياتي ومن شاء